مرحبا بكم البنات في القناة ديالي. اليوم ان شاء الله هذه اول تجربة لي غنشارك معكم دواء اللي كنديرو للبنية ديالي، وهو خديته من عند الام ديالي. كيف ما كتعرفوا باللي والدينا شحال هذه كانت عندهم تجربة كبيرة في هذا المجال ديال العشوب. ما نطولش عليكم ان شاء الله، نبداو بالوصفة. ما تنساوش الاشتراك وجيم للقناة، الله يجازيكم بخير من اجل التشجيع. بالنسبة لهذه الوصفة هذه فهي عطاتها لي الأم ديالي الله يجازيها بخير. البنية ديالي بحكم أنني تسكن في دول أوروبية وعندنا الجو متقلب بزاف، البنية ديالي ديما مخنوقة ليا من الليف ديالها، ديما الصدر ديالها الكحة ما كتوقفش. الحمد لله وبفضل الله سبحانه وتعالى، ملي تبعت لها هذه الوصفة كنعطيها معلقة في الليل ومعلقة في الصباح. اون فوا كتفيق كنعطيها معلقه، وملي كتبغي تنعس كنعطيها معلقه، وكنمسد ليها صدرها بزيت العود اولا زيت البلديه والثومه. بالنسبه لهاد الوصفه شنو فيها؟ فيها بسم الله على بركه الله، فيها هنا الزعتر والفليو. الفليو عندي هنا مخلطاهم، علاش؟ حيتاش الفليو ملي كرم ليا بدا كيتحتحت خلطته مع الزعتر، وليت كنهز هكا كومسه وكان فين ما كيسالي ليا كنعاود نديرو. بالنسبه لهنا كتمشي عند العطار كتقولوا لي يعطيكم فليو، الا عطاه لكم ما ناشفش كتشدوا كتكرموه على كتحطوه في الشرجم ولا في السطح حتى كيكرم لكم، اولا خذوه كارم من الاحسن كرموه نتوما. هنا عندي الزعتر وعندي زعتر البلدي وعندي الفليو، وهنا الخزامه. انا ما حيت هنايا ما عندناش، هنا في الدول الاوروبيه ما عندناش الخزامه، كانت جبتها من المغرب غير مطحونه، ماشي مشكل غادي نستعملها مطحونه، ولكن نتوما من الاحسن ديروها ما مطحوناش، ديروا معلقه صغيره. انا هنا غادي نحاول انني ندير، غادي ناخذ واحد الكويس ديال الدجاج يكون يتسد مزيان، وغادي ندير فيه واحد تقريبا، حيت ما بغيتش تطلق ليها المروره، غندير تقريبا قد هكا معلقه مع مرش ديال الخزامه، وغادي ناخذ معلقه هكا جوج معالقات من الزعتر والخزامه بحال هكا، شفتوهم كنخلطهم هكا مزيان، غير قريعه صغيره بحال هكا. بغيتو ديروا كونتيتي كبيره ديروها. كناخذوا زبيده العود وكنعمروا مزيان الكويس ديالنا بحال هكا حتى كيعمر كيف ما كتشوفوا. كنحاولوا اننا نخلطوه، نخلطو هادشي مزيان صافي، وكنسدو عليه بحال هكا. هاي الزويته ديالنا موجوده ساهله، فيها فليو الزعتر والخزامه، من الافضل ديروها ما مطحونش. صافي كنخبيوها في بلاصه مظلمه لمده 3 ايام، وكتبداو تعطيوها ليهم 3 ايام فقط، وكتبداو تعطيوها ليهم. السن كيكون من الاطفال اللي عندهم من سنه فما فوق، حتى الناس الكبار حتى هما يزيدوا عليها الثومه وياكلوها. بالنسبه للوليدات اللي عندهم عام ممكن انهم ياكلوها، انا بنتي عندها عام وشهر وكنعطيها لها الحمد لله، كترخف عليها الكحبه وصدرها الحمد لله وكتنعس مرتاح. كنتمنى ان الوصفه تكون عجبكم، الا عجبتكم خليوا لي لايكات، دعموني في القناه باش ان شاء الله يكون المزيد، والله يجيب الشفاء لوليداتكم ووليدات المسلمين جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله.